السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا المباشر من المخيم ديال الافارقه جنوب الصحراء هنا بالقرب من محطه ولاد زيان. فالامور خرجت على السيطره لان تم احتجاز ربما افريقي كينتمي لمجموعه اخرى وتدخل رجال الامن اللي كيتواجدوا هنا في محيط محطه ولاد زيان. فالامور خطيره وخطيره جدا. ونحاولوا اننا نبعدوا لان نكونوا قراب لرجال الامن لان الامور خطيره وخطيره جدا. يعني كلهم هازين الحديد، كلهم هازين العصا، كانوا شادين احد الافارقة اللي بداو كيعطيو في العصا. فالامور استدعت تدخل رجال الامن. مباركة اذا تدخل ديال رجال الامن من اجل تفرقه هذا التجمع. قلت بان تم احتجاز احد الافارقه حسب بعض المصادر المتواجده هنا في محطه ولاد زيان، والان هذا الشيء كيستدعي تدخل رجال الامن لان الامور خرجت عن السيطره. بداوا كيرشقوا مره اخرى بالحجاره وكذلك الضرب بالحديد وكل ما كيتوفروا عليه. مالك؟ انا هنا، انا بعيد لان هادو كيجيو كيبداو يضربوا بالحجر فما غاديش تعرف الحجره اللي غادي تجيك. بارطاجي اخويا لان هذا الشيء خطير وخاصو يتوضع ليه واحد الحل جذري، لان الامور دائما ما كتخرج على السيطره. العديد من المرات تم رشق رجال الامن بحجاره، تم اصابه العديد من عناصر القوات المساعده. واحد فكيف قلت لكم بان الامور خطيره جدا، كلهم مسلحين، واحد راه لايحين وكله بالدمايات والسطريق نحو رجال الامن. شيء خطير جدا. بعده انا غير باش نوضعكم في الصوره. فملي كيشاهدوا اي شخص كيصور فكونوا اكيدين بانه غادي يهجموا عليه،
كان كذلك احدى السيدات اللي تمكنوا رجال الامن من الانقاذ ديالها برفقه الابن ديالها، يعني الطفل الرضيع ما عرفناش التفاصيل كيفاش اصبح عندهم الداخل والام خرجوها رجال الامن. اكيد غادي يكون توافد درجه الامن والقوات المساعده باش يعزوا العناصر اللي كاينه الان هنا بالقرب من محطه ولاد زيان. اذا اللي قلنا ولكن فتعزيزات امنيه الان من طرف رجال الامن. فهذو السيارات ديال العناصر الامنيه هنا بمحيط محطه ولاد زيان مازال التعزيزات الامنيه، فالامور كيف قلت خطيره وخطيره جدا مره اخرى من طرف الافارقه اللي كينتميو لجنوب الصحراء. كيف تبعتوا احد الاشخاص كان محتجز من طرف الافارقه جنوب الصحراء داخل المخيم اللي وضعوا لهم السلطات المحليه هنا امام المحطه، فشخص تم احتجازه لان هناك تجمعات، كل تجمع كينتمي لواحد الدول، كاين الكونغوليين بوحدهم، الايفواريين بوحدهم، النيجيريين بوحدهم، فتجمعات كيخلقوا باش كيدافعوا على نفسهم من طرف ناس اخرين، فالامور خطيره هنا دائما في محطه ولاد زيان كما اليوم. يعني شخص كله دماء ما عرفنا ميت ولا سخفان، لاحوا وسط الطريق. درجة الأمن بدورهم كيمنعوا وكيرشدوا الناس أنهم يغيروا اتجاه السيارات ديالهم.